فوضى دلوقتي، البلد كلها فوضى، قطر جاي من أسيوط على حد البدرشين سليم. اشمعنى اجت الحته دي بالذات والعربيتين اطلعوا من بعض؟ يقول لك النهارده مطلعين هم 5000، مش عارف 5000 ولا 10000 اللي متوفي، 3000 جنيه اللي متعور، هيعملوا ايه يعني؟ ال 10000 جنيه ما بيكفوش النصبه بتاعته عندنا، والله الحكومه مش شغاله. الحكومه مش شغاله من الاساس. لو شغاله الحكومه هتلاقي البلد استفاد. والله نقول للناس اللي هي بتعمل المصايب دي يتقوا ربنا فينا، واللي بيروح الشباب الصغير مش ناس كبيره عيال صغيره، شباب، هو الشباب بويا عندها كله كان رايح الجيش، كله من سن ال20 صح؟ سن ال20 حرام. والله ما نقدر نحمل الحمل لله سبحانه وتعالى، وقادر على كل شيء. ده شرف عظيم. لا دافع عن الوطن. ده شرف عظيم. شاب خف بل وطلع. الله يرحمه. احمد وزير الدفاع واحمد وزير الداخليه هم اثنين، وعلى راسهم ابو دق، وعلى راسهم الرئيس محمد مرسي، هو الاساس. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا عمي ما فيش عظم، ما فيش رقابه، ما فيش ضمير. الجماعه اتقلبوا على السلطه والكرسي والفلوس بس، ما لهمش دعوه بين ادمين. يعني لو اي شاب من شبابهم مهمه جاي من الصعيد هيسيبوه كده يجي في القطر دي جاي حيوانات 2000 واحد راكبين القطر. ماشي كلم مجيد وقول له ما تطلعوش. يا اخي مش معامله بني ادمين، حسبنا الله ونعم الوكيل.